بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحين وزارة الصحة، إدارة تعزيز الصحة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للصحة. وهذا العام يعني هي تعودت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية كل عام في 7 أبريل أن تضع لها شعاراً أو عنواناً لمشكلة صحية على مستوى العالم. فهذا العام الموضوع دعونا نتحدث عن الاكتئاب، يعني let's talk about depression. هذا الموضوع يعني نريد أن نلفت الأنظار أن هناك حالات مصابة بالاكتئاب لا يتم اكتشافها يعني بصورة واضحة، فهي نوع من التنبيه للأطباء، لمن حوالين الأطباء، للعوائل، للناس العامة، إنها الاكتئاب قد يكون مرض كامن ويحتاج إلى علاج. حرصت منظمة الصحة هذا العام إنها تركز على الفئة العمرية من 15 عام إلى 29 عام من العمر. بصفة عامة يوجد تقريباً 322 مليون حالة اكتئاب على مستوى العالم. لوحظ في السنوات الأخيرة ما بين 2005 إلى 2015 إن ازداد منحنى الإصابة بالاكتئاب، ازداد بنسبة يعني واضحة. شيء ثاني إن الكويت أيضاً يوجد لديها حالات من الاكتئاب. تقريباً يعني حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 5%، وهي تقريباً هي تليها قطر بالنسبة لدول الخليج. بالنسبة لنا يهمنا جداً أن ننور الحضور على الأعراض الكامنة للاكتئاب. شنو خطورته؟ خطورته أنه ممكن يؤدي إلى نوع من الكبت النفسي، ويؤدي إلى أعراض فيسيولوجية أو أعراض عضوية، وبالتالي يؤدي بعدها إلى أعراض اجتماعية يؤثر على أدائه في عمله، يؤثر على أدائه في المجتمع اللي حولنا. ثم في النهاية الخطورة الكبرى هو إذا وصل إلى مرحلة الانعزال، والخطورة الكبرى هي إذا فكر الشخص في الانتحار. فهذه هي تقريبا الخطورة اللي نريد التنويه عليها. اللي سويناه اليوم طبعا تنويه لكل العاملين في القطاع الصحي والطبي، وننقل لكم تحيات معالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وتحيات السيد الفاضل وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي، ووكيل القطاع الدكتور وليد الفلاح اللي هو وكيل مساعد خدمات أهلية. نحتفل اليوم وزارة الصحة الكويت إدارة تعزيز الصحة بيوم الصحة العالمي لعام 2017، حيث تم اختيار مرض الاكتئاب وهو مرض شائع نفسي يصيب جميع الأعمار من الأطفال لغاية الشباب المراهقين وكبار السن، والأغلبية من النساء أكثر من الرجال. من الأمراض الشائعة في الكويت، من الأمراض اللي هي المزمنة الغير مؤدية، وقد قامت الكويت من أكثر من 5 سنوات بعمل برنامج لتوعية المجتمع عنه، وقامت بعمل بعض العيادات في المراكز الصحية للكشف عن هذا المرض والعلاج مع التعاون مع مركز الصحة النفسية، اكتشاف بعض الحالات اللي تعاني من هذا المرض، دراسة هذه الحالات، تقديم في علاجات متوفرة في بعض المراكز الصحية وخاصة طب العائلة، وفي بعض الحالات اللي هي الشديدة أو المتوسطة أنها يتم تحويلها إلى مركز الصحة النفسية في تعاون بين المراكز الصحية والمستشفى.